هي قناة شوف تيفي. مرحبا بمدينة الدار البيضاء متابعي قناة شوف تيفي. معنا هاد السيدة هادي اللي مريضة ديال السرطان، كنتمنوا ليها الشفاء العاجل ان شاء الله. تخلى عليها الزوج ديالها فور معلم بالمرض ديالها، كنتمنوا لها ان شاء الله الشفاء العاجل. هي غتحكي لنا القصة ديالها. السلام عليكم. عليكم السلام. كثير المشكلة ديالك؟ المشكل ديالي عندي السرطان، كانت فيا غير حبوبة واكتشفت السرطان مني جيت هنايا الميريزبو. كنت في العيون ما طاحوش ليا على المرض، كنت مجوجة وسمح فيا الراجل وجيت هنايا الميريزبو. الحين تعرفني مريضة، عرف فيا السرطان صافي سمح فيا. صافي مشى ما بقاش عاود عيط ليا ما والو، كان عيط لي ما كيجاوبنيش. أربع سنين. أربع سنين حنا مجوجين. لا ما كاينينش الأولاد. يعني من يعرفك مريضة؟ من يعرفني مريضة تخلى عليا. صافي جيت هنايا كيخدم في ترونسبور ديال المدرسة. كيتخلص؟ كيتخلص 30 في الشهر. كيتخلص؟ والو عام وانا هنايا، من النهار اللي جيت وانا هنايا والو حتى حاجة. عمره ما سول فيا والو، ما عمره ما سول فيا والو. يعني نتوما ربع سنين نتوما حياتكم ملي مرضتي كانت قبل عام صافي مزيانة. كانت مزيانة مني مرضت صافي، مني جيت هنايا لكازا مرضت صافي، عرفني مريضة صافي تخلى عليا ما بقى سول فيا. وكنطلب من خوتي يعاونوني. دابا الان انت فين؟ انا دابا مريحه عند خويا. خويا ما فحالوش، خويا ما فحالوش. يعني مريحه عند خويا، ما خدامه ما والو. خويا ما فحالوش، مره كيخدم مره ما كيخدمش، كيعاونوني على المحسنين قليل. مره راجلك ما طلقتو؟ ما تجيش؟ لا مازال ما طلقنا ما والو. من حقه يصرف عليك على الاقل غير باش تسكاني. والو اختي والو والو. يعني نتوما باقا ما طلقتوش؟ هي باقا المسؤوليه ديالك. باقا نورمالمون هو اللي خاصو يخرج ماشي انت. ايوا اختي اش غندير؟ غالب الله ما عندي لا حنين لا رحيم لا غيوقف معايا سوى الله سبحانه وتعالى. مازال ما عنديش، نتكافى مع المرض ديالي. مازال ما عرفتش اش غندير معاه. يلا كنتكافى مع المرض ديالي. نعم. كيفاش جاك هذا المرض اول مره؟ اختي كانت فيا غير حبوبه، كانت فيا مو جلود، فتحت عليها وعاود ناضت ليا عاوتاني صافي وكونات ليا هذا المرض. ملي جيت هنا الميريزكو قال لي راه عندك سلطان في الحبوب صافي. وبقيت هنايا بقيت كندير الشيمي. دابا يلا ساليت الشيمي، دابا وخرجوا لي دابا السكانير باش نديرو باش نجيبو الفريق ديالي. داك الخميس 15 يوم دابا قالوا لي خاصك، ما عنديش باش غنديرو. دابا راه تقريبا راه عام، قريبا نكمل عام من العيد الكبير ديال العام الاول. اش غندير اختي؟ كل مره فين كنتلاوح عند خويا وعند اختي في القلعه، كل مره وفين خدامه شي حاجه. وعلى راسها وني تا واحد اختي زي والله الناس ملي كيجيو يدوروا معايا ما كاينش اللي كيعاوني. خويا مسكين ما عندوش، عنده ولاد وما عندوش، هادشي اللي عطى الله. دابا شنو خاصك؟ خاصني غير اللي دير ليا السكانير. شحال داير السكانير؟ قالوا لي دير 20. ما عنديش ما عنديش اختي، ما عندي سي والله سبحانه وتعالى من غيره كذاب. لا كاين شي محسن ولا شي محسنه. شي دواء سكانير صافي ولا كديري؟ دابا دابا خرجوا لي عرس. هذا باش غيعطيوني الدواء؟ باقي ما عطاوني لا دواء لا والو. ما خدامه؟ ما خدامه ما والو، دايره مازال الخنشه ديال المصران كنشريها كل 3 ايام، خاصني 1400 كنخليها 10 ايام 8 ايام انت كتخسر بزاف. كيعطي 1400 باش كناخذها، حتى كنشكر نطلب شي واحد اللي كيعطيني باش نشريها، ما عنديش باش نشريها حتى هي، حتى هي كنديرها ونغالب الله. كيفاش كتعيشي مع هذا المرض اللي ماشي ساهل بطبيعه الحال؟ ما خداماش ما واش غندير اختي؟ لي الله سبحانه وتعالى. المصاريف تقريبا ديال هذا المرض ديالك والعلاج؟ بزاف اختي بزاف، ما عرفتش بزاف. قبل كنتي كتخدمي؟ كنت خدامه في العيون قبل.
قبل ما نمرض، ولكن ملي مرض صافي ما بقيتش خدمت، ما بقاتش عندي الطاقه ديال الخدمه، الصحه ديال الخدمه ما بقاتش. نعم، شنو النداء ديالك دابا اللي كتوجهي؟ النداء ديالي دابا المحسنين، ماشي محسن ولا محسن، الله يخليكم الله يكثر خيركم، لما عاونوني عاف السكانير، السكانير والبوله، الله يرحم بها الوالدين، الله يسهل عليكم داخل الوطن وخارج الوطن، الله يخلي لكم صحيحتكم. 07 03 84 12 39. عاودي الرقم ديالك شويه بلاتي. 07 03 84 12 39. هاو كتبناه لك هنا في التعاليق. ما يرحم بها الوالدين، وعاش سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا، عاش محمد السادس، الله يخلي لنا سيدنا. اذا متابعي قناه شوف تي في، كيف كتابعوا معنا في هذه اللحظات هذه اللي تخلى عليها الزوج ديالها من مدينه العيون، يعني فور العلم ديالو بالمرض ديالها بالسرطان تخلى عليها وراح للزنقه، وما لحد الان باقي ما طلقوش، هي ما مسالياش للاجراءات طلاق بحكم انها ما عندهاش الامكانيات، باقي لا كتكافى مع المرض ديالها وهو مرض السرطان، مرض خطير، كان ديجا دارت عمليه والان تكون لها مرض يعني خايب هو هذا. الان ما عندهاش مصاريف العلاج، يعني حتى باش دير سكانير 20,000 ريال ما عندهاش، خاصها تبدل جلده 14,100 ما عندهاش، يعني بغات غير المحسنين يعاونوها على الدوايات باش تقدر انها تشريهم، لان الحاله ديالها جد خطيره، كل مره كيتزاد عليها الحال، ما عندهاش حتى شي واحد اللي غادي يحن فيها، خوتها راه ما فحالهم، مش بركه غير متقلع عليهم، كتحس براسها بحال متقلع عليهم انها ساكنه عندهم، فكنتمنوا ان الناس يساعدوها، كنتمنى ان الناس يساعدوها في مصاريف العلاج، لان فعلا هاد السيده راه شفنا الحاله ديالها، ما نقدروش نبينوا لكم المنظر ديال الحاله ديالها، لان الحاله ديالها جد خطيره، كنتمنوا ان الناس تساعدوها عبر الرقم اللي دار عندكم 07 03 84 12 39. عاود نذكر بالرقم 07 03 84 12 39. اللي ما يقدرش يعاونها ماديا على الاقل يحاول انه يبارطاجي هذا البث المباشر باش الصوت ديالها يوصل لناس محسنين وحدين اخرين. اذا متابعي القناه اللي تتبعكم معنا هذا البث المباشر، وصلنا متابعينا للنهايه ديالو، نتلاقاو ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.